رئيس جمهورية مالي يوقع على عدد من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد حصول بلاده على مساهمات دولية تقارب قيمتها 3 مليارات يورو تهدف إلى تمويل جهود إعادة إعمار مالي. الوزير المالي للخارجية صرح أن خطة بلاده تتشكل من 12 بندا والعمل سيكون باتجاه البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والتصدي للتطرف والإرهاب ومكافحة الفقر. المديرة التنفيذية للبرنامج الدولي للغذاء تحدثت إلى يورونيوز وأشارت إلى وجود حوالي 500,000 مهجر يعيشون داخل مالي وفي البلدان المجاورة، وأن هنالك حوالي 700,000 مالي يحتاجون إلى الرعاية الغذائية. أودري تيلف من يورونيوز واكبت اجتماعات الدول المانحة لمالي، وتحدث إليها وزير التطوير الفرنسي، فأكد إلى تنبه المجتمع الدولي إلى الانتخابات التي ستجري منتصف هذا الصيف في مالي، وأن التعهدات المالية المتخذة مرهونة بالحفاظ على متطلبات تطور الديمقراطية في جمهورية مالي. خطة إعمار مالي تشدد على أولوية استتباب الأمن ومن ثم تلبية الاحتياجات الإنسانية والعمل على توفير بيئة اقتصادية فعالة.